ديت النهارده الليالي العشر. الليالي العشر هي الليالي العشر الاخيره من شهر رمضان. الشهر بيودع، ولابد ان احنا زي ما استقبلناه حلو نودعه حلو. الليالي العشر دي فيها اعمال كتيره ممكن نعملها. الليالي العشر دي الثواب فيها بيتضاعف. عارفين ليه؟ الثواب فيها بيتضاعف اكتر من الطبيعي في شهر رمضان. ليه؟ لان فيها ليله القدر. ليله القدر دي ليها ثواب مخصوص افضل من الف شهر. انما الليالي العشر اللي حوالين ليله القدر ليها ثواب برضه مخصوص، لان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الخير موجود في الليالي العشر دي كلها. في ليله افضل من الف شهر، ودي ليله لوحديها، لكن الليالي اللي حواليها ليها اجر برضه قريب، اقل لكنه قريب، لان رحمه ربنا واسعه. الكريم سبحانه وتعالى اذا اعطى اعطى بلا حدود. الكريم بيتقدم كرمه اكرام ويتبع كرمه اكرام. ففي العشر الاواخر دي في ليله القدر، فقبل ليله القدر الليالي دي ليها مزيد فضل برضه، واللي بعديها في مزيد فضل، وعندك ابواب الطاعات كبيره ومفتوحه. واحد يقول لي طب اعمل ايه في الليالي العشر؟ اقول له حاجات كتير. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ليله القدر في العشر الاواخر، وجمهور الائمه من العلماء المسلمين بيقول ان ليله القدر في العشر الاواخر من شهر رمضان. يبقى احنا علينا بالذكر، الذكر اللي سيدنا النبي اوصى به السيده عائشه ام المؤمنين لما قالت له يا رسول الله ماذا افعل اذا ادركت ليله القدر؟ ما لهاش قومي تصلي كتير او تقراي جزء من القران او لا، لا حاجه واحده، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ممكن الصلاه وقراءه القران، اقول له تمام، لكن انا عايز اقول لك على حاجه جميله قوي. الحاجه اللي تلاقي فيها قلبك اعملها. ممكن واحد يلاقي قلبه في الصلاه على سيدنا النبي، اعملها، يبقى ربنا ميسر لك العباده دي. واحد ممكن يجد قلبه في الاستغفار، يبقى يكثر من الاستغفار. طب واحد ممكن يلاقي قلبه في قضاء حوائج المسلمين، يبقى ربنا فتح عليه في الامر ده، يبقى عليه انه يلتزم بكده، وان هو يمشي ويروح ويقضي حوائج المسلمين ومع النيه الصالحه. يا رب ده انا بعمل هذه الاعمال في الليله الطيبه المباركه دي وفي الليالي العشر علشان اخد الاجر الكبير منك. واحد يجد قلبه في الدعاء فيدعو لنفسه وللمسلمين ولاخوانه وللامه، ويدعو بالدعوات الكبرى ان ربنا يتقبل منه. دي الليالي العشر هديه كبيره قوي، لابد ان احنا ننتبه ليها. ننتبه ليها، دي هديه غير ليله القدر، هديه ثانيه اسمها الليالي العشر، نجتهد فيها في العباده. ربنا يوفقنا ويعيننا ويتقبل منا، وبكره مع هديه جديده من هدايا رمضان. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.